نحن لمحمد. خسالي اخويا الحداس عيط عليا معستق، جا لي واحد قالوا لي سالي جيت، قال لي راه ولدك راه تحرق ورا الله يصبرك. مين اللي عنده ما سنه؟ عنده 15 عام. وهذو اللي ماتوا كلهم ولاد ولا معاهم؟ كله ولدو اولاد. نرجع عاودنا شويه على الوليد ديالك، كيفاش كان؟ هو الوليد ديالي كان في المدرسه وانا دوزتو للجامع باش نستافدوا من القران العظيم. سبنا بحق الله تعالى، شي اللي كتابه هو هذا. ايوا الحكم حكم ديال الله تعالى. صيفطوني امس الجديده ما قابلهمش لينا، راه ضرباتو تم طرق، مشينا رجعنا للدار. غدر اليوم جينا الصباح هذا راه جبناهم دابا. واش من الاجراءات اللي كتسناو؟ الاجراءات كيسيقيدوا فيهم وغايقول لك غنديروا لهم التشريح هذا نعطيهم ليك. كاينتو شي مساعده شي مسانده من الناس ديال؟ لا والو ما كاين حتى حد. لا كاين لا عوين لا والو. باقي كان المهم ما كاين حتى حاجه. وقت اللي تواصلتوا مع الاداره كتشوفوا لهم شنو السبب ديال العافيه شنو قالوا لك؟ سولونا البوليس داروا الاجراءات ديالهم كيفاش عيطوا عليكم. العافيه كيقول لك ما عرفناش السبب. الان كيقول لك ما عرفناش شنو اللي. واش كتطلب؟ واش نطلب اخويا؟ انا قبل ما حولته من المدرسه تما نويته في سبيل الله وباغي حاجه بين الله تعالى، ولا هذا الشيء اللي حكم به الله الشهيد وحكم اش جيت انا ندير هو هذا اللي. أنا تحركت في قلبي وين ربي عز منه.